جدد اللقاء الديمقراطي دعوته إلى الإسراع في عملية تأليف الحكومة وعدم إضاعة الوقت خلف حجج ومبررات واهية. موقف اللقاء جاء خلال اجتماعه في كليمونسو برئاسة النائب تيمور جنبلاط، حيث تم البحث في عدد من الملفات السياسية والحياتية. يجدد اللقاء دعوته للإسراع في عملية تأليف الحكومة وعدم إضاعة الوقت خلف حجج ومبررات واهية، ويطالب بالترفع عن الخطاب الغرائزي واعتماد لغة العقل والمنطق والواقعية في مقاربة المطالب الوزارية وفق معايير واضحة محددة من أجل إنجاز عملية التأليف، بعيدا عن منطق أو معادلات التعطيل وعن منطق الأكثرية والأقلية. كما توقف اللقاء عند التطورات الحاصلة في منطقة السويداء، معربا عن شجبه واستنكاره للأعمال الإرهابية التي استهدفت المنطقة. وتساءل اللقاء: كيف وصل داعش بهذه السرعة إلى السويداء ومحيطها، وتحديدا إلى القرى التي آمنت بالضمانات المعطاة لها؟ ويتساءل اللقاء: هل الموضوع هو بهدف الانتقام من أبناء الجبل الشرفاء ومن مشايخ الكرامة الرافدين بالالتحاق بالجيش لمحاربة المواطنين السوريين؟ ومن هنا لابد من أن تقوم روسيا بحماية الدروز العرب الشرفاء من مكائد النظام وداعش على السواء. اللقاء الديمقراطي أكد أيضا أهمية التوجه لتشريع زراعة نبتة الحشيشة لأغراض طبية واقتصادية، مع تنظيم هذه الزراعة عبر قانون وضوابط محددة.